Live coverage. Hi Sana, كيفك؟ وين انت؟ انا هون ريسبشن. فوق. طيب يلا. الطابق الارضي، الطابق الاول، عيادة جلدية. وين روح؟ على اليمين. Alright. Hello. هاي. كيفك؟ الحمد لله. شو الأخبار؟ كتر خير الله وأنت. رانيا بعتتني لعندك، سلم عليك وقول لك شو أخبارك، وقال شربينا فنجان قهوة. حسابك، أهلا وسهلا. وقال بدك رانيا بس تشوفها. الله يسلمك، بيوصل إن شاء الله. بدك تحكي لنا اليوم عن شغلة. رانيا بعتت لك هالورقة هيدي، قلت لك فيها حكي حسان عن الأكني أو حب الشباب. أهلا وسهلا. أوكي. هلا حب الشباب، تعرف انت بصيب صغار بصيب الكبار بصيب اي حدا. مش بس الصغار. لا لا لا، ببلش من التين ايج، بس ممكن في ناس يعني بصيروا ادلتس وبيضلوا يعانوا منه. هلا في ناس بيكون مايلد وخفيف وبس حبه وحبتين وبزعجون، وفي ناس بيكون عن جد مزعج وبيطلع لهم وجههم وبترك محله علامات، ممكن يترك سكارز، ممكن يطلع على الجسم، على الجسم وعلى الوجه، مش بس على الوجه ومش بس على الجسم. يعني في له طبعا درجات، وهيدا بصير وقت الاستشاره احنا بنحدد يعني انه اي درجه موجود. يعني انا لما اصبتي وانا صغير وخلصت منه، يعني ممكن يرجع بالمستقبل ولا؟ عاده ما بيرجع، بس ممكن يكمل. يعني اغلب الناس بيكون بلش معهم على صغار وبيصير لهم، في ناس بيصير لهم على كبر نتيجه تغييرات هرمونات، نتيجه تغيير الجو، تغيير التنشن، الاكل، طبيعه الاكل كمان كثير بتاثر. الله يطمن بالك يا رب، شكرا جزيلا. طيب المهم اكتشفوا له علاج هلا؟ اي له كثير علاجات طبعا، في اشياء بسيطه ممكن حلها بجلسة أو جلستين، وفي أشياء بيضطروا ياخدوا أدوية، في كتير أشياء ممكن نعملهم، بس الحلو بالموضوع أنه دائما في له حل. طيب وبكوربوفينو القوام الرشيق بأبو ظبي هون شو الحل للموضوع؟ أول شيء عادة بنحبكم تمر الاستشارة، بنشوف البشرة، بنعمل عنا فحص للجلد وبنشوف نوع الأكني، وعلى أساسها بنحدد المشكلة. هلا في نوع من أنواع بنعملهم تنظيف للبشرة وعلاجات خارجية، تأشيرات بسيطة، مش التأشير اللي بيقشر الجلد، بس نوع ليطفي الحبوب. يعني أهم شيء نطفي الحبوب حتى ما يضل الشخص يلعب بالحبة. يعني لما عندك حبة بتكون طلع فيها بوجهك بصير بدك يعني تشيلها. ليش عم تطلع فيني بهالنظرة؟ مبين علي إنه بعمل هالحركات. شك انك تعمل هيك شيء، بشك يعني ما شفتها. انكشفنا، اوكي. فعادة بنحب احنا لما بيكون في حب نطفيه حتى ما نسمح للشخص يلعب فيه وحتى ما يترك علامة. يعني الاهم من انه علاج الحب الموجود اللي هلا موجود، انه على العلامات اللي بيتركها مرات بتصير صعبة نتخلص منها، فمحب نتحكم فيها من بدايتها. وهذه علاجات دوائية؟ في اشياء طبعا دوائية، ودكتورة الجلدية هي اللي بتوصف لهم اياها، وفي اشياء ممكن تكون سطحية وبسيطة وتنعمل يعني بالعيادة تحت اشراف الخبيرة المختصة. طيب جريت. معناتها اي شخص بيعاني من الاكني، سواء كان مراهق او كان حتى شخص كبير بالغ، فيه يجي على عياده الكوربوفينو القوام الرشيق، تاخذ استشاره من طبيبه الجلديه هون، تشوف شو العلاج المناسب لحالته المرضيه. اكيد، حتى من عمر 14 سنه لعمر 50 سنه، اي حدا ممكن يعاني من هاي المشكله ممكن يكون لها حل. Great, thank you so much. بنرجع لرانيا بالاستوديو، استديوهات ستار اف ام، تنشوف شو سؤالنا لليوم. ستار اف ام Live coverage.